يا أخي أيوة. هؤلاء يهتفون للانتماء ولا يهتفون لا لنتيجة ولا لبطولة. هؤلاء يهتفون لناديهم الذي يخسر بالثلاثة ويطرد منه ثلاثة لاعبين وهو في حالة انهزام، وهؤلاء يهتفون باسم الوحدة. إنهم في قمة الوفاء من جماهير أصحاب السعادة، أصحاب السعادة، قمة في الوفاء. هذه الروح ما تأتي بين الجمهور إلا باستشعار الخطورة، إلا باستشعار قيمة الكيان وقيمة المكان، فلهم كل التحية والتقدير. أرجوك يا مخرجنا، فجمهور الوحدة يجبرنا على الذهاب إليه. الله الله الله، الوفاء منكم وإليكم ولكم التحية. ها هو جمهور الوحدة يقدم في هذه الليلة درس الوفاء الأعظم في هذه المدرجات لفريقهم، فتحية لهم على ما قدموه. لذلك لاعبي الوحدة يصمدون في أرضية الملعب ولا يخسرون أكثر من ذلك. برافو 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 برافو. شو أقول؟ الله، وكأنهم رجل واحد، كأنهم رجل واحد، ظاهرة حقيقية تحدث، ظاهرة حقيقية تحدث، مش طبيعي، مش طبيعي اللي يسويه جمهور الوحدة، مش طبيعي. درس الوفاء الأكبر. شكرا لكم. إيه سالم عبد الله، عرضية، الكمالي بيخلص، وبرغش بيشدد، وصافرة نهاية المباراة. وسبحان الله، تنتفض مدرجات الجمهورين، الجزيرة بالصدارة والوحدة وكأنه في الصدارة في هذه الليلة، في أغرب مشهد أشاهد في حياتي من خلال دورينا في 15 سنة. مدرج الجزيرة ينتفض للصدارة، ومدرج الوحدة ينتفض للاعبيه ولكيانه. مشاهدينا الكرام، متابعينا، إني أشاهد اللقطة الأغرب في مشواري المتواضع في التعليق في هذه الليلة. ما قدمه جمهور الوحدة سيدون وسيكتب في التاريخ. أبارك للجزيرة وهارذك للوحدة الذي صمد ضد الستة